السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتونا. بصوا بقى، فكرة الفيديو بتاعت النهاردة انا كده كده كنت هعملها، تمام؟ فحبيت ان انا اصورها معاكم، وانا شفت الناس كانت عاملاها وعجبتني، واعتقد ان في ستات كتير قوي بتعملها في البيوت. يعني اللي هو ايه؟ اللي هو يعني مثلا انتي كست مثلا مصرية عربية، كست عامة يعني بتحبي ان انتي تجددي في نفسك وتغيري من شكلك، تصبغي شعرك، تجيبي لينسز، تغيري اي حاجة في شكلك كده يعني. فانا شكلي ما بيتغيرش بقالي كتير جدا، يعني انتوا معانا طبعا على اليوتيوب نفس الشكل ما بيتغيرش يعني من ساعة ما دخلت على اليوتيوب. فانا حابة ان انا يعني ايه اغير عشان التجديد، يعني عشان الزوجي بعلي فحبيت ان انا اصور معاكم. ف انا الاول هعرض على بعلي شوية صور كده وشوية اشكال مختلفة عن شكلي، تمام؟ وهو يعني يختار معايا مثلا ايه الشكل وكده. يعني انا مثلا هقول لكم من قبل ما اخش، انا مثلا بحب الوان الشعر اللي هي الكستنائي الفاتح والحاجات اللي هي شبهي، هو بيحب مثلا لون الشعر الاحمر، فاهمه قصدي؟ فانا هروح مثلا اعمل شعري مثلا وهكلف وهعمل ومش عارفه ايه، وهعمل لون اللي عجبني، وفي الاخر يقول لي لا انا عايز الاحمر، الاحمر احلى. راجل متعب. الاحمر جميل. ف نشوف هو عايز ايه يعني، وان شاء الله النهارده كده هعمل لكم، هعمل يعني تغيير في شكلي على قد ما اقدر يكون اقرب للحاجه اللي هو هيختارها، اللي هو انا مش عارفاها اصلا. فمعلش بقى على الانتفاخ عشان انا لسه صاحي من النوم. ربنا يستر. صاحي من النوم. فهعرض عليه شويه صور وتشوف اختياراته. الاحمر خليكم معانا. بص بقى، ما يعني انتوا هتشوفوا الصور وهو انت برضو طبعا شايف الصور، يعني بص ركز بقى عشان كل صورة غير التانية. ماشي. يعني كل شكل عين غير، انت ممكن تحس ان كلهم زي بعض شوية بس لا. ماشي. تمام؟ يعني مثلا لا ما بحبش الابيض اللي في العين. ماشي. دي حلوة بس سمرة. مش عارف الميك اب ده عليك هيبقى عامل ازاي بس حلو. ماشي. يعني قول لي تمام ولا مش تمام، يعني اعمل ده ولا ما اعملوش. حلو. مع ان ده على فكره في ابيض من العين زي ما انت قلت. لا بس خفيف. امال ليه البنات كلهم سمر كده؟ عشان السمر شياكة. مش حاسس ان في حاجه. دي ايه دي؟ دي بسكال مشعلاني دي ولا ايه؟ يا عم قول اعمله ولا ما اعملوش. الحواجب دي لا، الحواجب دي لا. ماشي. يا لهوي. ماشي. حلو ده، حلو. لا نقي يعني، ما تقعدش تقول لي مش عارفه ايه. نقي. لا لا هو ده حلو، ده حلو. ماشي. طب شوف الباقي. ها لا، ولا الاسود من تحت كده ما بحبوش الشكل. لا احبش الروج الاحمر. مش لازم الروج يعني، انا هغير لون لا الروج. ايه اللي فوق العين ده؟ جليتر كده. جليتر ليه يعني؟ عشان المع في الضلمه. لا لا. طب ده الرسمه اللي فوق دي. الرسمه اللي فوق دي. لا. الرسمه اللي في الجنب دي. حلو. ده حلو. ده احلى واحد. لا مش احلى واحد. وبعدين دي احلى صوره. يا دي. يا اللي هي الهاديه اللي قلت لك عليها دي، صح؟ هي اللي شفت انا حافظها ازاي. طيب ماشي يا جماعه كده. يعني ما بين دي، ما بين دي والتاني، وما بين دي. طب ماشي، ممكن تختار اختيار واحد. ممكن نغير لون الروج، يعني ممكن اعمل رسمه العين دي على لون الروج ده عادي. لا هو اعملي ده حلو ده. ماشي خلاص. تمام يا فندم. تمام تمام يا فندم. وهيطلع كده بالظبط. بس انت بيضه. انت بيضه وهي سمرة. هخليها تسمر. هتسودك وتخلي بقيه وشك يعني لون تاني؟ مش معقوله. المهم نعجب يا اخويا. والله يا جماعه المهم نعجب يا اخويا. انا ربنا يستر. ربنا يستر. شوف احنا المجهود، الست بتعمل مجهود قد ايه وفي الاخر يقول لي مش عارفه ايه. ربنا يستر. ما بقتش عاجبك ولا ايه يا محمد؟ لا انت عجباني. انا خايف لو تطلع من المحل دي تبقى واحده ثانيه. لا لا ان شاء الله. ماشي. اللي ما شافش المقلب ده يتفرج عليه عشان يعرف ساره لما عملت الميك اب كانت عامله ازاي. ماشي. المقلب ده يعني انا لما شفتها، انا لما شفتك في اليوم ده كان نفس بالظبط احساسي يوم الفرح.
لما روي صرف الكوافير فوق طلعت طلعت قدامي قلت ايه ده مين دي فين هي فين هي فين انت فين مع ان ساره كانت حلوه ايام الخطوبه يعني وكده. بس يا جماعه في بواطن الكلام كانت إن إيه؟ ومن زمان وشوفوا الفيديو ده. لا ربنا يستر بس مش هنقول اكتر من كده. ماشي يا جماعه يلا خليكم معانا شوفوا التليفون. لله ما اخذ ولله ما اعطى. يا جماعه ندى اجمل ميك اب ارتست في الهرم فيصل ومريطيه ومنطقتي كلها هي اللي كانت عامله الميك اب بتاع دكتور تمام وهي برضه اللي هتظبطنا النهارده وهتعمل الصوره اللي انت شفتوها من شويه. سارة كلمتني وقالت لي انها خلصت بصراحة قلقان جدا يعني هي قالت لي انها شكلها اتغير تماما مش هعرف وربنا يستر. السلام عليكم. ايه ده مين دي مين دي ايه ده بجد عجبتك يا فندم؟ أنا عدلت شوية فلوس بس يعني هو ده تالت مرة كده أنا مش هعرف سارة يعني تالت مرة هشوف سارة ومعرفهاش أول مرة كانت في الفرح تاني مرة ساعة يوم البرنامج ودي تالت مرة إيه ده يا تغيير بس هو سؤالين أنا عندي سؤالين أول حاجة عجبك الشكل؟ هو حلو طيب ويعني هو انا كان شكلي وحش؟ لا هو حلو يعني لا انا كان بقى كان لا هو حلو هو حلو بقى وخلاص خليش تفتح في الماضي حلو ايه رايك بصوا جبت الشكل مظبوط مين دي؟ مين؟ يعني وبعدين الشكل؟ حلو طبعا حلو بس مش هينفع نمشي بيه في الشهرة اه مش هينفع فرح. نعمل اي حاجه بيه خالص يعني هنروح البيت دلوقتي هتمسحيه ايوه ما تهزرش ده دفع فلوس يعني ايوه خلاص فرحتي بيه شويه خلاص ما اقدرش اخليكي تمشي كده في الشارع اصلا يطلع لك بقى واحد يقول لك ايه طب ما انت بتصورها اهو ايوه احنا هنا يا جماعه مش يعني ساكنين في منطقه شويه يعني إيه؟ ولا منطقه ولا ما منطقهاش ولا هنا ولا في الزمالك ولا في المهندسين حتى يعني منطقه حلوه بس يعني هنا في ميكروباصات بقى وكده قبل ولا حتى لو في حته قبل اي يا جماعه انا من شبرا على فكره يعني بنت بلد قوي يعني اجدع ناس جيزه وشبرا لما يتحدوا مع بعض يطلعوا كده بس هو التغيير حلو يعني النهارده كده تحس ان انت ايه ان انت معاك كده ليلى علوي تمام بس بالليل بقى قبل ما ننكه هتلاقينا قلبت رجعت ده تجربه حلوه ست رضيت تتصور اه ندى لذيذه قوي والله. ندى هما ما صورت لكم على فكره كل حاجه يعني هو زمانكم شفتوها صح والله اه صورت لكم كل حاجه ندى شاطره قوي غيرتني ماشي انت كمان لازم تغير نفسك عشاني هي ندى دي بتعمل الرجاله ممكن لا انت هيبقى في عندك ناس بقى ليك انت تغير نفسك كده وتغير شكلك عشاني انا بصراحه بص يا جماعه محتاج احلق والله العظيم بصوا شعري بقى عامل ازاي كل ما اجي احلقه وانزل الصبح اقوم غاسل شعري كده الاقيه شكله كويس بعد الغسيل اقول خلاص خلينا نحلق لك ها ليه انت لا اصل انا بحلق بصوا يا جماعه وصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك لو وصلتوا ل 10000 لايك يبقى انا اللي لازم احلق له لا طبعا لا انا ليا طقوس انا بحلق لنفسي يا جماعه بروحش عند حلاق ولا اي حد يعني
بصوا يا جماعه، انا نفسي والله العظيم ان انا امسك راسه، فانتوا وصلوا الفيديو ده 10000 لايك عشان انا اللي هنول شرف حلقتك. حرام عليك، على مزاجي بقى، ما انا عماله بغير في شكلي واعمل نفسي عشان اعجبك. ما انت عجباني، مش محتاجه تعملي الكلام دلوقتي ده. دلوقتي بقيت عاجبك. دلوقتي بقيت سوسو. ماشي. طيب يا جماعة، كانت تجربة لطيفة، مش هنكررها تاني، ونشوفكم في فيديو جديد. انا بخاف من الحاجات دي، بخاف. ايه بتتخض؟ تحس ان انا واحدة تانية. بحس ان انا شكلي اتغير يعني جامد قوي. ايوه يا سارة شكلك اتغير. يا جماعة قولوا لها في الكومنتات، وكل يقول لها حلو ولا مش حلو يعني، كمان برضه كل يقول رأيه. حلو طبعا. صحباتي وحبايبي واخواتي هيقولوا لي ان انا شكلي حلو مش وحش. ماشي. احنا المفروض نخرج نسهر وكده صح؟ نسهر؟ ايوه يلا على البيت نسهر. ايه مش عارف انا ايه ده، احنا في عندنا فرح قريب. خليك فرح اخوك. ايوه يا جماعه، اخوك انا المفروض هيتجوز. انت هتفضلي قاعده كده لحد الفرح؟ انا هفضل قاعده كده. كان المفروض ان هو هيتجوز يعني من حوالي شهرين كده، بس اتاجلت يعني، فان شاء الله هعملها تاني بقى من فرح اخوك، بس خليك اتجوز بسرعه. ماشي ماشي. نشوفكم فيديو جديد. التجديد حلو برضه. سلام. نستودعكم الله. باي باي.